بذكر الحضارة، معرفش صدقوني ده صدفة ولا القدر انه يبقى الخبر ده وراه الخبر ده، بس احنا اي حد فيه كان عندي كده صديق دايما يقول لي كده احنا وارثين جينات الحضارة، فاحنا بنميل اننا نبقى متحضرين. اقول له يا عم ده احنا بنتصرف وحش، ده احنا عشوائيين جدا، ده احنا طريقتنا وحشة، ده احنا يعني بنعمل حاجات صعبة جدا. لكن كان عنده يقين كده انه لا احنا جوانا جينات الحضارة. فبذكر بقى جينات الحضارة وان احنا نميل للتحضر، لما بيحصل وقعة تبتعد عن كل ما هو ما تسميه تحضر، كل مسميات الإنسانية، كل مسميات الأخلاق، وتبقى في قلب عشق المصريين في الكورة. أكيد حضراتكم فهمتوا قصدي، احنا بنتكلم من امبارح الناس كلها بتتكلم عن أحد حراس المرمى، الحارس نادي الاتحاد أحمد يحيى، اللي تم تطاول شديد قوي من الجماهير عليه بعد دخول 5 أهداف في مرماه في مباراة سيراميكا كليوباترا، واللي حصل حادثة بتحصل في مرات كتير جدا. أعظم جول كيبرز في العالم دخل فيهم أجوان كتير، 5 و6 أجوان عادي، لكن اللي حصل امبارح ما كانش عادي بكل المقاييس. وهقول لك ما كانش عادي ليه. بعض الناس قالت ما كانش عادي لأنه هو عنده ظرف، والحقيقة عنده ظرف، وفاة أخوه دي حاجة تقيلة جدا وقاسية جدا. فبعض الناس ممكن يقولوا طب يعني هو جاي على نفسه ولعب. بالمناسبة معظم المهام اللي فيها جماهير ده الكود الأخلاقي، يعني الراجل المحترم ده حارس نادي الاتحاد عمل الكود الأخلاقي المظبوط. الكود الأخلاقي إنك مهما كانت مشاكلك الخاصة، مهما كانت كواليس حياتك، مهما كانت المصاعب، مهما كانت الفقد اللي عندك، انت بتروح تأدي دورك لأنه في مجموعات من الناس مستنياك. هتلاقي مثلا المطرب اللي ملتزم بحفلة لو حصل عنده حادثة هيعمل كده، ورغم كل ما تقدرش تقول هو ازاي عمل كده، هو بيعمل كده، ده كود أخلاقي وكود احترافي. أحمد يحيى عمل شغل المحترفين، أحزانه اللي كانت من 5 أيام أكيد ما تجاوزهاش، لكن بالرغم منها نزل ولعب، وهو اللي طالب وأصر على أنه يلعب. في المقابل بقى إيه اللي حصل؟ السباب والهتاف والتطاول من الجماهير اللي احنا بقالنا سنين بنقول وحشونا بقى الجماهير في الملعب. الحقيقة الواقع دي مش هتخلينا نقول لا ما ترجعش الجماهير، لكن هتخلينا نقول 1000 إجراء وإجراء ممكن يحصل عشان الكود الأخلاقي للمنظومة الرياضية يبقى في حالة من الانضباط بأي شكل ممكن بأي شكل مقترح. لو كانت الرياضة تعمل حاجة غير أننا نفرح وننبسط ونشجع ونحتفي وندعم، يبقى رياضة بتعمل عكس الهدف المطلوب منها تماما. احنا متشرفين معانا على تليفون الناقد الرياضي وسيم أحمد. أستاذ وسيم مساء الخير وأهلا بيك. مساء النور عليك يا أستاذة دينا، ومساء النور على كل السادة المشاهدين في كل مكان. مش قادرة أسألك وأقول لك إيه رأيك في الحادثة، لأنه مفيش حد فينا مغضبش، لكن عايز أسألك وأقول لك حصلت ليه؟ يعني ايه حجم الغضب ده كله اللي يخلي الناس توصل لاعب انه يخرج من الملعب منهار وهو بيبكي؟ لا حصل ليه ده يعني خلينا نقول السؤال الصعب. لا هو يعني ممكن نجاوب نقول حصل ليه، ولكن ده هو مش مبرر اللي هو السبب الرئيسي اللي حصل هجوم الجماهير على الحارس. هو طبعا تلقي 5 أهداف في المباراة بالأمس أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري، لكن ده غير مبرر أبدا أستاذة دينا، لأن في الآخر طبعا احنا أولا بعيدا عن الكيس بتاعت أحمد يحيى، الكورة معروف دايما طول الوقت وارد فيها الهزيمة والخسارة حتى لو كانت بأرقام كبيرة. وشفنا أكبر أندية العالم برشلونة وأكبر أندية العالم بتخسر بالخمسة وبالستة وبالسبعة، فاهمني حضرتك؟ فده اصلا في عرف الكوره، بعيده عن اي احداث لسه هنتكلم عنها، في عرف الكوره ده موجود في كل حته. فما بالك لما بنتكلم كمان عن حارس هو لاعب المباراه، وبالمناسبه معظم الاهداف مش منه، يعني المكاسب كلها مش اخطاء رئيسيه منه، لكن كمان الحارس ده لاعب المباراه، هو متحامل على نفسه على الظروف اللي بيمر بيها، ربنا يكون في عونه طبعا، انه يكون اخوه متوفي قبل المباراه ب 48 ساعه فقط. طبعا امر صعب وشديد جدا عليه، لكن زي ما كنت بسمع حضرتك وبتقولي انه الكود الاخلاقي للوظيفه بتاعته اللي بتخليه يتعامل باحترافيه ورغم اي ظروف او احزان
بيواجهها، خليته ان هو يصر رغم كل المشاكل اللي عنده النفسيه ان هو يلعب المباراه. فبالتالي اللي يحصل من الجماهير بعد كده ده غير مقبول على الاطلاق. عشان كده لما بقول لحضرتك الاجابه على السؤال هو ليه ده يحصل، انا قلت الاجابه رقم واحد اللي هو الغير مبرره حصل نتيجه الخمس اهداف اللي دخلوا، لكن الاجابه الحقيقيه بقى او نقدر نقول الـ 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 الواقع الحقيقي حصل ليه، حصل ليه لان احنا عندنا للاسف بقى لنا كتير جدا غياب للاخلاق، لان الرياضه في الاول وفي الاخر اخلاق يا استاذه دينا. ما هو انا بس كابتن وسيم انا اسفه مش عايزه اقاطعك، بس انا عايز اسال في الحته دي، هو هل من المعتاد، وبرضه في راي بيقول كده، ما هو يا جماعه في المعتاد انه بيحصل كده واللعيبه متعودين على كده، هو ظرفه الخاص دي مسؤوليه الجهاز الفني. حضرتك موافق على الطرح ده؟ يعني شايف انه الجهاز الفني ما كانش المفروض يسيبه يتعرض لكل الضغط ده، لعدد الاهداف اللي دخل فيه كان ممكن يبقى فيه تبديل او حاجه؟ هل حضرتك موافق على الطرح ده؟ وهرجع تاني لنقطه الاخلاقيات المصاحبه للعبه. بص حضرتك، انا لو هتكلم عن رايي الشخصي، ودي طبعا فيها اختلاف كبير في اراء، وما اقدرش نقول في مين حد فيها صح وحد خطا، لان كلها اراء تقبل الصواب والخطا في الاخر. لكن رايي الشخصي لو انا اللي في الجهاز الفني مش هحط اللاعب في المباراه حتى لو هو اصر على كده، لانه يعني بعيده عن اي شيء الامر صعب جدا حقيقي، فما كنتش احطه تحت ضغط المباراه. طبعا انا ما اقدرش اعرف الامور الداخليه داخل الجهاز الفني اللي يمكن تكون اضطرتهم لكده، لكن زي ما بقول هي في الاول وفي الاخر اراء مختلفه، ما اقدرش اقول انه رايي هو اللي صح او راي المعاكس هو اللي صح او هو اللي غلط. انما فكره الاخلاق زي ما بقول لحضرتك هي دي المشكله الاساسيه، لانه حتى انا هفترض مع حضرتك انه احمد يحيى ما عندوش اصلا اي حاله وفاه ولا عنده اي ظروف، هل ده يدي الحق للجماهير؟ وده بقى اللي انا بنتكلم فيه، غياب الاخلاقيات عندنا بقى لها سنين الحقيقه، مؤخرا يمكن بقى لنا حوالي اخر 10 15 سنه في الملاعب وفي الرياضه تحديدا، الاخلاقيات كل يوم في النازل. يعني انا بقول لحضرتك بعيدا عن احمد يحيى وانه كان عنده حاله وفاه، انا هفترض ان احمد يحيى امبارح ما كانش عنده حاله وفاه، هل ده يدي الحق للجمهور ان هو يسب اللاعب ويتطاول عليه عشان دخل فيه خمس اهداف؟ لا طبعا. هل هي دي اخلاقيات الرياضه؟ هل هو ده اللي احنا عارفينه من واحنا صغيرين اتعلمناه ان الرياضه مكسب وخساره؟ هل هي دي الروح الرياضيه؟ هل في حاجه ممكن تحصل مع ما هو بالتاكيد مش ممكن، يعني هو بالمنطق كده لما الناس بتقعد تقول لك بقول الاخلاق راحت فين، ما هو بالتاكيد في وسط الجمهور ده كان في شويه ناس كتير بالمناسبه محترمين وشايفين ان ده غلط. هل في حاجه ممكن تبقى، مش عايزه اقول عقوبات على الجماهير، لكن في حاجه تقول انه اللي بيعمل ده او اللي بيتلفظ الفاظ خارجه ممكن يتم التعامل معاه؟ في حاجه بتقول ده في عرف الرياضه ما يضمن منع حدوث ذلك؟ ينفع ولا ده طرح؟ لا هو فعلا طبعا بيبقى فيه، لكن هي اكثرها بتكون حرمان من حضور المباريات. لكن احنا المشكله ان احنا اصلا عندنا احنا ما فيش جمهور تقريبا بيحضر، يعني اللي بيحضر قله قليله، احنا بدانا نشم نفسنا مؤخرا شويه وبنطالب ان احنا نزود تاني ونرجع تاني الجمهور يكون موجود. فاحنا قبل ما يعني هنبدا من دلوقتي نمنع تاني الجمهور ونعمل عقوبات، اكيد لازم الاخلاقيات نفسها يا استاذه دينا لازم هي اللي يعني تتراجع داخل الاسر. لازم السوشيال ميديا بكل اسف يعني بيبقى مليانه مشاكل كبيره جدا والفاظ وتراشق ما بين الاولاد في سن صغير جدا، بيعمل احتقان كبير جدا. الحاجات دي لازم يكون عليها رقابه، البيوت لازم يكون فيها رقابه، ونبدا من النشأ من هو صغير تاني نعلم الاولاد، لان الحقيقه زي ما بقول لحضرتك الاخلاقيات في تدني يوم عن يوم. الرياضه اللي اتعلمناها زمان ما كانتش كده ابدا، كان زي ما بقول لحضرتك في الاخر الكوره مكسب وخساره، وفي حاجه اسمها في الاول وفي الاخر الرياضه اخلاق بالزبط. قبل ما انت تكسب اخيرا اخيرا يا استاذ وسيم، هو في محاولات لدعم اللاعب احمد يحيى ومحاولات لاستعاده الكود الاخلاقي ده اللي احنا بنتكلم فيه، حضرتك شايف انها قويه ومؤثره وممكن تجيب نتائج تحديدا في اوساط المشجعين؟ يعني من امبارح احنا شايفين حملات دعم كويسه جدا للاعب احمد يحيى.
طبعا، ودي اقل حاجه هتتقدم للاعب. احنا شفنا كان خارج حالته النفسيه عامله ازاي وعياطه عامل ازاي، فطبعا كل الحملات دي طبعا انا بحيي كل القائمين عليها، لان كل الناس اتحركت، لاعبين، انديه، رابطه الانديه نفسها اختارته ان هو يكون نجم الجوله دي في الدوري المصري، ودي اقل حاجه تتقدم للولد، رفع روحه المعنويه مره ثانيه، وطبعا بحيي كل القائمين على الامر ده الحقيقي. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي وسيم احمد، وهتفضل لعبة كرة القدم وكل الرياضات اللي احنا بنلعبها بنشجعها بنهتم بيها الهدف منها التسلية وطبعا الصناعة، لكن الأهم أخلاقيات، يعني الأم والأب اللي بيودوا ولادهم التمرين في القرار الأول ده عشان يعلموا شوية أخلاقيات زيادة. وإن أهم حاجة، بس أنا يعني كان طول الوقت شغلني مشهد فكرة يعني إن يسود الغوغاء، يعني في كل مجتمع في شوية ناس بتعمل حاجات غلط، يعني إحنا مش في المدينة الفاضلة، في شوية ناس ما عندهاش أخلاق عادي، يعني إحنا مش في المدينة الفاضلة، بس فكرة إن الناس التانية اللي رأيها مختلف بتفضل ساكتة أو بتبقى أقلية، هي دي الحاجة اللي بترعبنا، هي دي الحاجة اللي بتخلينا نناقش الموضوع وكأنه ظاهرة. أنا بس نفسي نبطل بدل ما نستعجب بعد ما يحصل الموقف، في قلب الموقف نتحرك. يعني ثقتي جدا أنه كان في وسط المدرجات ناس شايفة أنه عيب، كفاية، ما فيش حاجة اسمها نشتم لاعب بأهله، ما فيش حاجة اسمها نشتم لاعب أصلا، ممكن نعمل تشجيع إيجابي وتشجيع سلبي وكل اللي بيحصل في المدرجات المعتاد، لكن في ناس لازم صوتها يبقى أعلى شوية، وتحديدا الناس اللي عندهم شوية حق، عندهم شوية حاجات إيجابية، ما نقعدش ساكتين.